حالة من الجدل أثارها قرار تعيين هذا الرجل مستشاراً إعلامياً جديداً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. جلعاد تسيفيك شخص سليط اللسان وشديد الانتقاد إذ عرف عنه مهاجمته للرئيس الأمريكي جو بايدن مدعياً أنه غير مؤهل ويدمر أمريكا، الأمر الذي أثار التكهنات بشأن تأثير ذلك على علاقات حكومة نتنياهو مع الإدارة الأمريكية. وعرف تسيفيك أيضاً بانتقاده اللاذع ومهاجمته سلوك وزراء ومسؤولين أمنيين إسرائيليين كوزير الدفاع ووزير الاقتصاد ورئيس الشباك وحتى نتنياهو نفسه، فضلاً عن قائمة طويلة من الأشخاص. تسيفيك المعروف بأنه قريب من يائير نجل نتنياهو دافع عن نفسه بعد توليه المنصب قائلاً: كنت مواطناً عادياً عندما كتبت عن بايدن، لا أملك هذه الآراء اليوم وسأعمل بشكل احترافي تماماً. وبعد أن تم الكشف عن كل تلك التصريحات الحادة أغلق المستشار الجديد حسابه على تويتر.